هل انت من السهل استسارتك؟ خلينا افكرك، شفت لك مره برنامج كان بيعرض على دريم، كان المذيع فيه شاب غدة استفزاز. أيوة. واتصور انك انت استسرت يا احمد الى درجه أيوة. غير طبيعيه. مزبوط. وهددت انك تقوم وتمشي وتسيب البرنامج. أيوة. وفي الاخر قالوا لك ان هو مقلب. مقلب. أيوة. طبعا اعتقد ان ده مقلب اخف من مقالب الاخ رامز قرش البحر. افتكر كده انت اشتركت فيه. اشتركت فيه. بس رامز الحقيقه يعني هو برضو اعتبرني يعني ايه ابوه، فكلمني قال لي انت هتيجي، هم قايلين لي هتيجي تعمل برنامج يعني. فهو قال لي على فكره، على فكره يا بابا ده مقلب، وانا بقول لك عشان تبقى انت ما 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 متيقظ. تبقى متيقظ وما يحصل لكش حاجه وما تدعيش وكده وبتاع، لكن هو مقلب. مش هقول لك هو ايه، بس عايزك تيجي وانت عارف انه مقلب. فكلف، فكانت حاجه لطيفه. إذا استريحت يعني. استريحت نفسيا. انا ما اعرفش المقلب هيبقى ايه. لقيتني في الميه بعد كده وبتاع، مش عارف، بس كنت متقبل بقى، لان ايه، انا عارف انه له نهايه يعني. لكن البرنامج اللي انت حضرتك طلعت فيه بتاع دريم ده كان اسمه وجهة نظر. انت رايح على اساس ان حد هيناقش معاك ويتكلم معاك بامانه يعني. فطلع انه مقلب، انه اصر على استفزازك. ايوه. هو حضرتك سالتني انت سهل استفزازك. انا سهل استفزازي فيما يتعلق بالقواعد والاصول وفيما يتعلق بمهنتي. يعني مقدر، يعني ممكن حد مثلا يقول لي مثلا انت بخيل وانا مش بخيل. نعم. فدافع عن وجهه نظري بهدوء يعني. انما حد يقول لي انت مش ممثل كويس او انت ده ما طبعا ما اقدرش يعني يجي لغايه مهنتي. هو الاستفزاز اللي كان ده خط احمر. هو كده بالظبط. شفتي في البرنامج اللي جابوه مره وكان بيحاولوا يستسروه؟ طبعا شفته. اتضايقتي؟ اتضايقت منهم، لان هم هم يعني استفزوه. وده مش حلو يعني. مش السؤال، هل هو سهل الاستفزاز؟ هو عصبي. هو عصبي طبعا. عاطفي. عصبي. عصبي. عصبي طبعا. طيب يعني انت شايفه انه التقدير طبعا من المؤكد انه يريحه جدا. اكيد. لكن الاستفزاز بيعمل فيه ايه؟ بيستفز. ما انا فاهم. لا لا، انا عايز اعرف. يتعصب. وانا بسال مين؟ بسال اقرب البشر اليه. يتعصب لو حد استفزه يعني. هو مش يعني، في ناس بارده. هو لا، هو مش بارد. هو مش بارد على كل المستويات، لا مثلا في العاطفه ولا في ولا كان في العصبيه يعني. هو مش بارد. النجم احمد راتب، حصرت نفسك في ادوار الثانيه والثالثه؟ ده تعب حضرتك فتره طويله؟ لا انا مش تعبان من حاجه. مين قال لك؟ انت اللي تعبان. انا حاسس ان حضرتك. لا لا يا حبيبي، ولا حصرت ولا عملت ولا حاجه خالص. واحنا في عماره، الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع، ده كلام خلص من الدنيا كلها. في ممثل هايل وممثل لا بس، وخلاص مفيش حاجه اسمها كده خالص. الكلام ده عندنا احنا بس. انا مش عايز حضرتك تبقى عصبي. بس يا ابني مين قال لك ان انا عصبي؟ انا يعني عصبي عشان ورايا شغل وعايز امشي بعد يعني. حضرتك عصبي؟ لا لا، عندي شغل عايز امشي بس. طيب وانت احنا مش عايز تخش في نقطه مهمه يعني او نتكلم؟ لا بالعكس، كل الكلام ده على فكره حضرتك، ان انا عايز المع حضرتك يعني. عايز ده يبقى لمع. انت جزمجي تلمعني. يا راجل. قول قول قول. استاذ احمد، انت بتعد فلوسك قدام الصراف لما بتيجي تاخدها؟ لا يعني يقول لك كذا بتاخدها. ليه يعني؟ يعني هو دايما دايما يتقال في البنوك. ايوه. عد فلوسك الاول. انا عايز اعرف جزء من ده. جزء من المساله برضو ان انا فلان، فما حدش يعني يعمل ده، لاني انا لو قلت له انا لما روحت البيت لقيتهم ناقصين كذا يعني لازم هيصدقني. انا يعني تمام. فاهم قصدك. فببقى متاكد ان هو اكيد حاسبها صح يعني. انت جوه البيت جد جدا يعني؟ ساعات وساعات يعني. ساعات ابقى جد جدا، وساعات ابقى اقدر اعبر عن نفسي. يعني البيت ده فيه حريه. انا شفتك امام الاحفاد منسحق. طبعا. ايوه. اوعى اكون منسحق، ليه ضايقتك؟ لا 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 ابدا. انت تعلم ان انا من جيل لا بيحافظ على الكلمه. لا انا 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 قدامهم مش منسحق، ده انا متداس يعني. هو اساسا انا يعني تكويني الطفل عندي ده حاجه فوق الوصف يعني. يعني ايه يعني؟ يمكن اقول لك
ولا أعتى نجوم الكوميديا يضحكوني ولا أعتى نجوم التراجيديا يضحكوني لكن يبكوني لكن اللي يضحكني طفل بيضحك واللي يبكيني طفل عامل كده وبيعيط. ده شيء يعني بالنسبة لك الأطفال على وجه العموم يعني فما بالك بقى دول. أنا فاكر يعني اسمح لي أستأذنك غريبة أن عينيك اغرورقت وفيها شيء يلمع وكأنه الدمع يعني لو الكاميرا عمل كلوز أب على عينيك زي عينين نادية لطفي في المهرجان هنلقى على وشك الدمع بمجرد انك افتكرت الاحفاد انه ممكن لو عيط تعيط جنبه لو ضحك يعني ابقى زي العيل الصغير يعني. هو انا كان زمان يعني زوجتي لما يحدث اتعصب وكده كانت تعدي حد من بناتي قدامي بس خلاص كله يخلص خلاص اخاف اكمل ال 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 الزعيق او الشجار لبعدين تتخض من صوتك بقى لا فاقوم على طول احجم وكانت دي وسيله يعني عشان ابو البنات ازاي بيعملهم؟ كنت تتمنى اولا تجيب صبي انا كنت اتمنى هو لا انا هو كان عاوز بنات هو كان عايز بنات وبيحب البنات جدا. بيعملهم ازاي؟ والله وهم صغيرين كان بيعملهم بضرر يعني هو كان حنيته بتصل لحد انا كنت بتخيل انها بتصل لحد الضرر يعني بيدلع قوي 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 ما بيحبش يربي او مش ما بيحبش يربي ما بيحبش يضايق الطفل الطفل عايز حاجه يعملها وده طبعا قولي مش قولي معامله البنات وانت ام وفي امهات بيشوفوكي ايه الشكل الامثل لمعامله البنات ان انا اصدقها انك تبقي صديقه هو الرسول عليه السلام قال الحديث قال عيبوهم لسبع وادبوهم لسبع وصادقوهم لسبع ثم اتركوا الحبل على الغارب فانا شايفه انه ده يعني افضل طريقه للتربيه لغايه 7 سنين طفل يلعب ولغايه 14 سنه يتربى وياخد قيم وياخد كده ولغايه 21 سنه يتصادق. استاذ احمد انت من النوع اللي بيردد كلمه الحمد لله؟ تعرف انا سالت مره الشيخ الشعراوي قلت له الشيخ الشعراوي حضرتك بتنصحني باستمرار اقول الحمد لله ايه الحكايه؟ قال لي لتصون النعمه لتصون النعمه مظبوط. انت دموعك مش عصيه؟ لا لما كبرت انما كان طول عمري فهمني يعني ايه لما كبرت؟ يعني لما كبرت بقى وتجارب الحياه والدنيا و و و و ابتدى احساسي يبقى مرهف زياده هو انت جيت الى شاطئ السبعين؟ لا انا